ومن البصرة ينضم معنا مراسلنا مصطفى الشمري. مرحبا بك مصطفى. يعني محافظ البصرة أسعد العيداني يعني قال أن أقضية الزبير وشط العرب وأبي الخصيب من بين الأقضية التي لم تنهي العملية، يعني هل بالفعل خلال هذا اليوم سيتم إنهاء هذه الأقضية والنواحي؟ نعم، يعني في ساعات متأخرة من الليل يعني قد أعلن مؤتمر خاص بإعلان نتائج إكمال العدادين لموضوع التعداد السكاني في محافظة البصرة. وصلت النسبة لغاية يعني موعد إعلان المؤتمر هي ما يقارب 96% من إكمال باقي الوحدات الإدارية من أصل 18 وحدة إدارية، المتبقي خور الزبير وصفوان وقضاء الزبير. هذه المناطق لم يتم انجاز التعداد السكاني فيها، والتي وصلت فيها مراحل انجاز التعداد السكاني فيها ما يقارب اكثر من 92%. هذا الذي حصل انه هنالك استنفار كبير للفرق الجواله، وقد تم السماح بفتح يوم كامل لموضوع الفرق الجواله بانهاء موضوع التعداد السكاني، خاصه في هذه المناطق التي لم يتم انجاز التعداد السكاني فيها. هنالك بعض المشاكل كانت في هذه المناطق حالة دون اكمال التعداد السكاني، منها ضعف الانترنت، ومنها هذه بين منطقه ومنطقه مناطق بعيده جدا، بالاضافه الى ذلك انسحاب ما يقارب 150 باحث في قضاء الزبير قبل يوم التعداد، مما سبب ارباكا كبيرا في موضوع عمليه التعداد السكاني. اليوم قد استنفرت جميع الكوادر الخاصه بمديريه احصاء محافظه البصره من الاشخاص الذين انتهوا من عمليه التعداد، تم ادراجهم وتم اضافتهم الى هذه المناطق لكي تنجز ما تبقي من التعداد السكاني. لغايه الان تواصلنا مع هذه الفرق الميدانيه، واشرف السيد محافظ البصره على هذه الفرق الميدانيه منذ ساعات الصباح الاولى، ويعني خلال الساعتين المقبلتين سوف يتم انجاز جميع المناطق التي تعطلت والتي تلكأت في رفع نسبه الانجاز الخاصه بالتعداد السكاني. وانا اعتقد انه الامور التي حصلت يوم امس وحصلت في مركز المدينه ومناطق الاطراف والمناطق التي ربما تكون بعيده عن مركز المدينه عولجت بالكامل، بعد ان كان هنالك اجتماع مع رؤساء الوحدات الاداريه في محافظه البصره، وتم تذليل كافه الصعوبات من ضمنها عدم وجود وسائل نقل للباحثين. ربما هنالك مناطق بعيده جدا عن مركز المدينه خاصه في قضاء الزبير، هذه المناطق تحتاج الى وسائل نقل، بالنتيجه اليوم البحث يحتاج الى وسيله نقل لانجاز المهمه بالكامله، وبالنتيجه اليوم سوف يتم انهاء جميع الافراد وجميع الاشخاص الذين لم يتم تسجيلهم في التعداد السكاني خلال اليومين 20 و21. نعم مصطفى، ذكرت انسحاب اكثر من 150 باحث من التعداد خلال هذه الاقضيه والنواحي ايضا، هل هو انسحابهم لعدم وجود وسائل نقل ام الانترنت ام ماذا؟ يعني زميلتي، الانسحاب هنالك عوامل عديده اثرت على وجود الباحثين في الميدان، من ضمن العوامل التي ربما هي عدم استجابة المواطنين مع هؤلاء الباحثين. هنالك الكثير من العوائل خاصة في المناطق النائية المناطق البعيدة لم يستجيبوا مع الباحثين ولم يعني يتعاونوا معهم من أجل تدوين مستمسكاتهم وتدوين بياناتهم. بالإضافة إلى ذلك هنالك بعض المناطق البعيدة جدا عن مركز المحافظة، عندما نتحدث عن قضاء الزبير ف مناطق هي بعيدة عن قضاء الزبير يعني تبعد ما يقارب أكثر من 40 كيلو، هذه المناطق لا يستطيع الباحث أن يذهب إليها كون لا توجد وسيلة نقل. لكن هذه المشاكل تم حلها وتم يعني إعاز من قبل السيد المحافظ بتوفير جميع المركبات الخاصة بنقل الباحثين وتسجيل أسماء المواطنين، والأشخاص الذين لم يتعاونوا مع الباحثين والعدادين يعني تم التواصل معهم وتدوين وتسجيل بياناتهم من أجل أن يكون وأن يضمنوا حقهم. بالنتيجة اليوم هنالك توقعات بأن تصل إحصائية محافظة البصرة أكثر من 4.5 مليون، هذه الأرقام ربما سوف
تزيد من حصة محافظة البصرة خصوصا من التمثيل السياسي وبخصوص الموضوع الأمور المالية. لكن هنالك بعد انتهاء عملية التعداد لا يوجد أي خرق بموضوع الخروقات الأمنية، وأيضا ولا يوجد أي مشاكل فنية أو تقنية في أجهزة التابلت كما حصلت في بعض المحافظات العراقية. بالنتيجة اليوم يعني صح تأخرت محافظة البصرة عن إنجاز وإتمام كافة النسب الخاصة بالتعداد السكاني، ولكن اليوم سوف يتم الانتهاء من كافة الوحدات الإدارية التي أكثر من 6 وحدات إدارية، نسبة المتبقي منها ما يقارب 4%، وأنا أعتقد أن هذه النسبة هي بسيطة جدا، وخلال يعني فترة الظهيرة سوف يتم الانتهاء من تدوين كافة المواطنين في هذه المناطق. نعم مصطفى الشمري مراسلنا من البصرة، شكرا جزيلا لك.